هل للنساء اتباع الجنازة والصلاة عليها؟ قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في المنع، لكن إن سبقت المرأة إلى المقابر دون اتباع الجنازة، عفوا، إن سبقت المرأة إلى المسجد دون اتباع الجنازة وصلت مع الناس على الجنازة لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: لما مات سعد بن أبي وقاص ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالت: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي على سهيل بن البيضاء في المسجد؟